هذه قصة عن العلاقات الغريبة التي كونت هذا العالم المذهل الذي نناضل الآن لجعله عالماً أفضل. 6 ملايين سنة والكوكب يتعرض لمختلف التحديات، ولازلنا هنا صامدون. إنه التحدي الذي شكلنا، وهذه حكايتنا. عالم أخضر. بحسب دراسة تلفزيونية أجريت في عام 2015 بالتعاون مع عدد من المكتبات، اتضح أن معدل قراءة الإنسان العربي سنوياً ربع صفحة، ليس يومياً بل سنوياً. وقبلها ب4 سنوات، أي في عام 2011، بث تقرير تلفزيوني بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي، وبعد أخذ الأرقام من هذه الدراسة من عدد من المكتبات من هذا التقرير، يقول أن معدل وقت القراءة بالنسبة للإنسان العربي يقدر ب6 دقائق سنوياً، ليس يومياً بل سنوياً، في حين أن المواطن الأوروبي يقرأ ما يعادل 200 ساعة في السنة الواحدة. عزيزي المشاهد، المهم أن خبر مثل هذه الإحصائيات انتشر كما النار في الهشيم. الجميع أصبح يتداوله عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعية وغير الاجتماعية، القديمة والحديثة، التقليدية والحداثية. وشرع الناس بتداول الخبر على دليل أن الإنسان العربي متأخر كثيراً في معدلات القراءة العالمية، وتفوق نظيره الأوروبي في هذا الأمر. ولكن لحظة واحدة، أريدك عزيزي المشاهد حين تقرأ هذه الإحصائيات أن تتوقف قليلاً للعبرة والدرس. عليك أن تسأل نفسك، من أين جاءت هذه الأخبار؟ ومن أين جاء هؤلاء الباحثون بهذه الإحصائية وهذه الأرقام الغريبة؟ هل تستطيع أن تستنتج هكذا خبر من خلال عدد الكتب المطبوعة التي يشتريها الفرد؟ لا طبعا، لأنه ليس جميع الكتب التي تشترى تقرأ، والعكس صحيح. ثم أننا أغفلنا الكتب الإلكترونية الموجودة بكثرة على شبكة الإنترنت. قد يتهمني متهم فيقول أنك بهذا تشكك في أخبار علمية جاءت من مصادر مختصة. سأحكي لك عزيزي المشاهد أن عدد الكتب المباعة في المكتبات العربية ليس دليلا على معدل قراءة الفرد. هل أخذ في الحسبان عدد الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، على اعتبار أن هذا يساهم في تخفيض النسبة المطروحة في هذه الإحصائية؟ حيث أن نسبتهم سنة صدور الخبر هي 20%. ثم هل أن الإحصائية تخص قراءة الكتب فقط أم القراءة بشكل عام، مثل قراءة الكتب المدرسية والصحف اليومية ووصفات الطعام أو حتى قراءة القرآن الكريم؟ في مقال صحفي أخباري نشره الخبير الاقتصادي براندن براون على الإنترنت عن أكثر الدول قراءة في العالم، تكتشف أن جمهورية مصر العربية هي الدولة رقم 5 عالمياً في معدلات القراءة، وقد بلغ المعدل، ولا تتفاجأ عزيزي المشاهد، 7.5 ساعات للفرد في الأسبوع الواحد، وهذا أكبر من الوقت الذي يقضيه المواطن الأوروبي في الخبر السابق. كما احتلت المملكة العربية السعودية الترتيب 11. طيب، ماذا سنفعل الآن؟ أي خبر سنصدق؟ الأول أم الثاني؟ أنا بصراحة اختلطت علي الأمور ولا أعلم. المشكلة أن لدينا ثقة عمياء بمصادر الأخبار الإعلامية، والأخبار لا تكذب، ولكن قد تصدم عزيزي المشاهد، فالأخبار والأرقام والإحصائيات لا تكفي، بل يجب عليك أن تفكر أولاً في السياق أو الإطار الذي يحدث فيه هذا الخبر أو ذلك، هذه الإحصائية أو تلك. في نوفمبر 2003 انتشر خبر الحكم على لوسيا دي بيكيرك، وهي ممرضة هولندية، بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل 4 أطفال كانوا برعايتها والشروع بقتل 3 آخرين. فأثار هذا الخبر ضجة إعلامية هائلة بسبب سوء صياغة الخبر. فالأطفال الذين توفوا قد توفوا في فترة عمل هذه الممرضة، ولم تقتلهم عمداً
أو عن سبق إصرار وترصد. أثارت هذه الحادثة شكوك الناس بشكل كبير، ودعت خبراء الإحصاء إلى دراسة احتمالية حادثة بهذا الشكل عن طريق الصدفة. وبعد أخذ ورد وشد وجذب، أعيدت محاكمة لوسيا ديبيكيرك بعد 7 سنوات من السجن. وفي عام 2010 اتضح أن التضخيم الإعلامي والرسائل الهائلة التي بثت ساهمت بالحكم الجائر عليها، ثم حكم عليها بالبراءة وخرجت من السجن. هناك حادثة أخرى. سيدة في بريطانيا تدعى سالي كلارك رزقت بمولودتين، الطفلة الأولى توفيت بشكل مفاجئ، أما الثانية وبعد فترة وجيزة توفيت هي الثانية أيضا. ظن الجميع أنهما توفيتا بسبب ما يدعى بموت المهد، وهي حالة مرضية مستعصية تصيب بعض الأطفال الرضع. ولكن بعد ذلك بفترة تم اتهام السيدة بأنها هي من قتلت طفلتيها، وفي المحكمة قام طبيب أطفال يهوى الإحصائيات بتقديم إحصائية أفادت أن احتمالية الموت الطبيعي للطفلتين شبه منعدمة، تقدر بواحد على 73 مليون. وسجنت سالي كلارك دون الأخذ بالعوامل المبنية على الطبيعة وربما الوراثية أيضاً، التي قد تؤدي نوعاً ما لموت الطفلتين بما يسمى بموت المهد. المحصلة من هذه القصتين المؤلمتين اللتين كانت العواقب فيهما وخيمة بسبب أخطاء إخبارية وإحصائية وتقديرية خادعة، فيمكن أن نخدع بخبر مبني على صياغة أو نظرية إحصائية غير دقيقة. عام 1973 جامعة بيركلي كاليفورنيا اتهمت من قبل وسائل الإعلام وعن طريق دراسة إحصائية أنها تقبل الذكور أكثر من الإناث. أتعلم لماذا؟ حدث ذلك لأن نسبة قبول الذكور وصلت 44%، أما الإناث 30%، ولكن إن جئت إلى الحقيقة فهي معاكسة لذلك، إذ أن أغلب الأقسام قبلت الإناث أكثر من الذكور. كيف ذلك؟ بعد البحث ظهر أن الذكور كانوا يذهبون للأقسام سهلة القبول، فكان عدد الطلبة المقبولين أكبر بكثير. أما الإناث فكنا يقدمنا على أقسام دراسية من الصعب أن يقبل فيها الطالب سواء كان ذكراً أم أنثى، لذلك فإن نسبتهن قلت بسبب اختيارهن للأقسام الصعبة، وهذا كان العامل الخفي الذي يغير الحكم على الإحصائيات والأرقام. وهذه الأخطاء ممكنة الحدوث بشكل مذهل. هل تظن أننا انتهينا من ألاعيب الإحصائيات والأخبار الكاذبة؟ لا أبداً. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قال المكتب الاجتماعي في ولاية لويزيانا الأمريكية أن دخل الأسرة المتوسط لديه يبلغ $3,100 في السنة الواحدة، فأخذت الصحيفة المحلية هذه الإحصائية ونشرتها في مقال ضمن الملحق الاقتصادي أن دخل الأسرة المتوسط يبلغ $5,000 سنوياً. هل يعقل هذا الرقم؟ نصدق من في هذه الحالة العجيبة؟ بالتأكيد كلاهما، فالمكتب الاجتماعي أخذ بحساب الوسيط الرياضي، أما الصحيفة المحلية فأخذت بقياس الوسط الحسابي لمدخول الأسرة المتوسطة. بعد كل ذلك أريد منكم حين تسمعون خبراً ما يتعلق بإحصائية معينة أن تكونوا نقديين قليلاً وأن تسألوا من أين جاءوا بهذه الأرقام؟ يجب عدم أخذ الأخبار كما هي وأن نمعن التفكير قليلاً في أي خبر قد يصلنا من أي مكان. في استفتاء ظريف شمل مناطق عديدة في بريطانيا طرح سؤال محرج، وهو كم عدد المرات التي تستحمون فيها خلال الأسبوع؟ بالتأكيد جاءت الإجابات صادمة، فالجميع بالغ بعدد المرات التي يستحم فيها الفرد خلال الأسبوع. المحصلة أنه لا يمكننا رمي جميع الأخبار والإحصاءات بعيداً، ولكن في نفس الوقت علينا ألا نصدق كل ما يقال. الأخبار مهمة جداً في المال والأعمال وفي قراراتك الاقتصادية، وفعلياً من خلال الأخبار نحن نرى العالم، ولكن عليك أن تسأل نفسك دائماً ما العامل الخفي في هذا الخبر وهذه الإحصائيات دوماً. وكما قال ابن خلدون لابد من إعمال العقل في الخبر.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.